السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نواصلوا السلسلة ديال رودر اسمه مونوفازي نو كوموند، وكنا ديجا في الفيديو السابق شنا رودر اسمه سامبل الترنوس. إذن في الفيديو غادي نشوفوا رودر اسمه دوبل الترنوس. بالنسبة رودر اسمه دوبل الترنوس يديفيزي ان دو بارتي، بروميير بارتي مونتاج افيك بوان ميليو، ودوزيام بارتي مونتاج ان بون دو غريتس. اذا غادي نشوفو في هذا الدرس ان شاء الله غادي نشوفو مونتاج افيك بوان ميليو. دونك كما جرت العاده غادي ناخذو المونتاج، يعني نيسيسيت ان ترانسفورماتور بوان ميليو، اي دو ديود. كيكون عندنا دو ديود، ديود دي ان، كيكون عندنا لا ديود دي دو. دونك هذه لا بوان ميليو ديال الترانسفورماتور، كتكون عندنا ان شارج داكوغ. بالنسبه لا طونسيون، هنايا عندنا طونسيون سينيسويدال يعني الترناتيف اي. بالنسبه هنا سكوندير، هاد لا طونسيون غديفيزا اون دو بارتي، حيت عندنا بوان ميليو هنايا. عندنا لا طونسيون اي ان، يعني بروميير بارتي فيها لا طونسيون اي ان، ولا دوزيام بارتي فيها لا طونسيون اي 2، ولكن كتكون اوبوزي مع اي، كتكون معاكسة مع اي ان. دونك هذه هي اي 2 داكوغ. بالنسبه اي ان بكوا اتقال، هي اي ماكس اي ان ماكس سينيس اوميغا تي اتقال موان اي 2 داكوغ. كما قلنا بان هاد المونتاج افيك بوان ميليو كيكون في واحد كومبوزي باغ ان ترانسفورماتور افيك بوان ميليو، كيكونو فيه دو ديود، كتكون فيه ان شارج اغ. دونك كما جرت العاده غنديرو التراساج ديال لي زاليغ ديال او بون ديال لا شارج. كيفاش غتكون عندنا لي زاليغ ديال لا طونسيون او بون دو لا شارج، وغادي نشوفو ليطا ديال لي ديود دي ان و دي دو داكوغ. بالنسبه لي زاليغ، دونك هنا عندنا اون فونكسيون، توجور اون فونكسيون دو طون. دونك عندنا هنايا اي ان، دونك هادي هي لا طونسيون اي ان. بالنسبة لا طونسيون اي دو، قلنا اوبوزي مع اي ان، دونك هادي هي اي دو. دونك هادي هي اي دو. هنايا غنديرو التراساج ديال لا طونسيون او بون دو لا شارج، يعني في اس لا طونسيون سورتي داكوغ. اذا بالنسبة هنايا، هنا السينيال هنا عندنا هنايا زيرو، هنا عندنا تي سيغ دو، هنا عندنا تي. دونك هادي هي لا بيريود داكوغ. اذا اونتر لانترفال لو طون، فاش يكون عندنا اونتر لانترفال زيرو تي سير دو، يعني كتكون عندنا لا طونسيون اي ان، كتكون عندنا لالتيرنونس عندنا بوزيتيف داكوغ. بالنسبة لالتيرنونس بوزيتيف، كيكون عندنا لو باساجي لو كورو من هنايا. اذا ديود دي ان باسونت، دي ان باسونت، وكتكون عندنا هاد لا طونسيون او بون دو لا شارج، يعني هادي. كتكون عندنا لا طونسيون في اس ايتيغالا اي ان. بالنسبه لهاد لا ديود دي ان، اون كونسيدري بارفي، يعني غنعتبروه بارفي، يعني ما عندوش شي دو طونسيون او نيفو ديال لا دود، اوكين شي دو طونسيون، يعني اعتبرناه بارفي داكوغ. بالنسبه فاش كيكون عندنا توجور لو طون اونتر 0 تي 2، بالنسبه دوزيام هاد دوزيام ماي، كتكون عندنا لا طونسيون اي 2 كتكون عندنا انفيريور ا 0. ملي كتكون عندنا انفيريور ا 0 سيتادير كيكون عندنا، كيكون هذا هو لو باساج ديال لو كورون هنايا. دونك كيكون عندنا دي 2 بلوكي، دي 2 بلوكي داكوغ.
إذن عندنا لا تونسيون في اس إتيغالا إي أه. إذن هذه هي لا تونسيون. Donc, est égal à I1, donc, on va comme ça. D'accord? Et là, on va voir le deuxième intervalle, mais qu'on a le temps entre T sur 2 et T. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? I1 inférieur à 0, il y a le passage de le courant qui est dans le et le passage de le corona, il a dit D1 bloqué. Donc D1 bloqué. D'accord? Mais nous avons toujours fait l'intervalle, nous avons I2 positif. Comme nous l'avons dit, nous avons I2 positif, nous avons I1 négatif. Donc I2 positif, donc nous avons le passage de le corona, donc nous avons D2 passante. D2 passante. بما أن عندي D2 passante, يعني هاد la tension I2 est égale à UR. يعني la tension au bon de la charge. بالنسبة هنايا UR, بالنسبة هنا I2 عندنا positif. Donc هنا I2 positif. D'accord? On a et continue. On va continuer. Il est comme ça. D'accord? Comme vous l'avez vu, la tension de sortie est positive. Est positive. D'accord? Donc, comme vous l'avez vu, la tension de sortie, la tension de sortie n'est pas continue. Mais je suis continue 100%. Donc, je vais ajouter un élément très important, le condensateur. بالنسبة لهاد لابارتي كتسمى لا فلتراسيون, يعني باش لا فلتراسيون يعني ترانسفورمي هاد لا تونسيون رودريسي ان تونسيون اوسي كونستون كي بوسيبل. دونك عندنا هنايا لا فلتراسيون, يعني اون اجوت ان كوندونساتور اون باراليل افيك لا شارج. بالنسبة هنا يا لا سورتي ديال في اس, قلنا في اس لكم سا, دونك اون اجوت ان كوندونساتور, يعني لو كوندونساتور فلالترنونس بوزيتيف فا سو شارجي jusqu'à le max. Et là, il va décharger. Il faut que tu aies la tension 0. Donc, il va décharger. Et il faut que tu aies l'alternance positive va se charger. Et là, il va se décharger. Et comme ça. Donc, bien sûr, le condensateur. خصكم عندنا واحد لا فالور تكون كبيره باش ديشارجا لونتومون. داكوغ؟ اذا كما كتلاحظوا هاد لا تونسيون, يعني من اجو افيك افيك كوندونساتور الي كوم سا, دونك ني با contenu 100%, qui m'a fait n'est pas contenu 100%. Donc, il y a une étape très importante pour stabiliser la tension. On va ajouter une diode zener pour que la tension contenu 100%. Donc, on a la stabilisation. Stabilisation, donc par un diroha ima par diode zener, ou la par régulateur de tension,
كتكون اون باراليل بالنسبه للديو زين هو اللي بري يوتيليزي اون كنديروه اون باراليل افيك لا شارج باش تكون عندنا لا طونسيون كونتيني 100% داكوغ. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا معنا هذا الدرس هذا. اشكركم على حسن تتبعكم، ان شاء الله فرصه قادمه.